مناسبة سند قرادة تدباد أساس كحرون تتربية ذا يبرشد الدين تسلام كأفوس الرحمن هي ستير نقو قبسون تهول كوين يحرون تأوكوت الله تقبض الركيل لقبل كبنادرة مناسبة أن يوحى كسوق يبكلي دفر بضان أو يسكوشري علماء الدين والدين معلمين تحرون تأرداد يسيدو كلمامل كقود يحرون تفوس الرحمن شيخ محمد حسن شاكرة حفلة دين تيسعوتي وحى لقصو بردقي كنت نارده ودوش كوذ حفتية أحاديثة يقران ككريم كا وقهرين وحى مناسبة هذا السودوين كجيدي شيخ عبد الرحمن علي عدو وكم ذا مامور كحرون تفوز الرحمن لي وحنكو ذكرنا مناسبة دا محاوية سنة قولة دي تضبعات أساس كي حرون تربية فوز الرحمن حقيقة هان مركة عن أرقني ذات كمسلمين تأهولالين صماليات ورباطيسان المي هي يوالد كو أنا أولاس بدن جيكو أكجر حقو هذا المي هي اللي هي لأن يهي وعنا هذا روغ يحيى ربادن أسواليدين مليمدين وحنكو فكرني أنا ورق والعلاقة إن أرنتا أنسمينا آه دقان عدينتا والد كعليس كان كسوق عنه ساس أرديد علمه الكلوغة بي إن الدين تي وناقي عبادي أنكسو علينا شيق أبا هريرة وكوها اللي يمقع معلمين تحرون تفوز الرحمن عياش الرحي دذالك يكوب بحيان أرديد منطقة لنجبيني ساعة دان هاي معلمين تحيان صوصارني وقاركود ما شاء الله كتاب كأسنون أحاديث كنتون حديث دوشة كالفاتحة وكالأوب حايو وإلهي مهديسة قرآن إيه هدي أهالي هاد حق عقائدك ما شاء الله كو إيه وإلهي مهديسة تد إبر إبر أيغو إيه أيغو حان كغصو باللاوني هدان فوز الرحمن آن هاي معلمين تيدي آد بان أصول دسني دقال بضان يجهد بضان آن لقلني إلهي نواء أكال ميساني إلهي هو نلق رب قلي إلهي سبحانه وتعالى ندين كيس قفك أشطي يعني إلهي وأقر قارا دنك كلا والدين تكسو قيب كشي مناسبة دا عيا كما هدنقاي سيدا حارون تفوز الرحمن وقود دا عشي وبدكو دا والكي ياسر محمد صلاة عن ناشان كيرا لانتي وريسي مدوء عمريتي لسيدا حبيل أطفور انا مفرح سنة انو بحي لبرت وي إلا باري بحي كسو بحي انا نعركو وحان لايا هاي هنباليو قول ان شاء الله بإذن الله الكريم ارتايدا قالن جيبي سيوا مهدسنتهين حرون تصود الرحمة دق بالله ويا مهي ما شاء الله تبارك الله مع الأمين هو يدي سواي ما شاء الله ولي وصود وي ماشان عنو جيرو آن دلي بلغو بالله وي أخيارتان حرون تجوغان معلم حمد شاكر إلهي حفظه إمام عبد الرحمن عنو جي ما شاء الله مانتا حرون تانو كقلن جبيي عنو جي ما دينو واناك سوما وددك وغريي أرضي وغري لغو بالله وها مانم أرضي ما ذو حبرتا وما أنت أنا إكالمية حوجي سما أنت أنا كوفا إيدي وما شاء الله الحمد لله وحنا أركا هذا حلفتنا عادي عادي وأنا أحسن تهاي الله بارك يا يوم ثاني سيك وأنا أحسن هذه رجينا سنة كساس على دورها إن شاء الله إلى إذن كيس إذن كلام جرا شيخ محمد حسن شاكر مامولاها قود حارون تفوز الرحمن ومناسبة دا كسوة قيب كلي أيا والدين تا يودمان بوشيد الصباريات وقوهم بليي قوش أي كارين حارون تتعلين تا فوز الرحمن فلدان عن دوني نمانتاي إنان وقود دوالدقنو تدوسان قورة دي كسوة ريكتاي حارون تا فوز الرحمن فريتان كلافوري إيا أساس كدي بدلوغو تاقي إتاس كدي بحان ربا inaan idii sheego inaan rabno maanta inaan soo bandhigno qaar ka mid ah ardaydii xarunta sanadkan ama bilowinkii ugu dambeeyay wax ka baranaysay iyo wixii ay barteen iyo wax qabadkii aan qabanay si waalidiinta meesha ka soo qayb galay ee xafladda lagu casuumay ay u ogaadaan heerka iyo wax qabadkii ardaygoodii ama cunugoodii loo qabtay iyo wixii uu bartay ardayda meeshan joogta ee hadda qalin jibinayso waa ilaa konton arday 49 konton arday waaye oo xifdiyeen qur'aanka kariimka waxay kala xifdiyeen axaadiis ugu horeeyo 40 nawwi oo lagu daray 8 axaadiis oo uu leeyahay oo ku daray imaam xaafid bin rajab konta kaas xadiis ayay kor ka xifdiyeen munaasabadan waa ahayd mid si heer sare loo soo agaasimay ayaa inta ay socotay waxaa su'aalo lagu weydiinayay ardayda ka aflaxday iyagoo dusha markaas ugu wada jawaabay wali baa ku weydiinay hadiska li hada insha Allah ana bi abdullah ibn nu'man ibn bashir radiyallahu anhuma
قال سمعت رسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك الحمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم. ugu dambeyntiina waxa hadalka qaatay ayaa la Cismaan dhagaxu oo ku dheeraaday muhiimadda ay munaasabadan leedahay iyo sidoo kale guusha ay gaartay xarunta Fuusul Rahmaan awaya samusan ka dambeyo xogaa fidnada iska sii badanaysa ee waxa ka soo batay magaalada Muqdisho dadka joog kul wada ogihiin internetki oo seef laba af leh hadii wanaag loo qaatana wanaag wax badan laga faa'iidaayo hadii dhanka sharta loo qaatana wax badan ardada iyo caruurti meel dheer geeynaayo daraagii skiyo magaalada aad iskaga faafo oo wax quality aan wax control ah si jirin marka waxa kaliya looga badbaadi karo waxa waaye ee waalidka xiriirka inay ardada ama ilmaha dhaleen xiriirkooda adkeeyaan la socdaan asxaabtii leeyin fiiriyaan haday iskuul ligtaan aad iyo aad ula saaxiibaan haddii ardayga la saaxiibna adiga ama wiilkaada la saaxiibna waxa waaye asxaab kala banaa ku fadhiiso insha Allah dowlaa yiraahdo Fawzul Rahman waxa waaye waa meeshii kaliya lagu ciilbaxay ee dadka markii hore anaga qalada ka haysana laakiin hadda waxa u maleysa in qalbigeena degay Cabdi Cali Aadan Duuliye goobjoog Muqdisho.